حسب هاتين التشكيلتين معركة كبيرة وكبيرة جدا. وامبا من هناك وفي الجهة المقابلة زكريا نعيجي. بدأ هذه المباراة المرتقبة والمنتظرة سأقول من الملايين من الجزائريين نظرا لقيمة وأهمية هذه المباراة. هو بن عيادة من ابن الفضاء داخل منطقة العمليات تعود إلى صعبة خطيرة دعية بيزيد، ولكن في نهاية هاي التوزيع من طار فتح الله بعد ذلك وهذا الدربي بلقطة من هنا وهناك. طلع المولودية محاولة التسديد بيزيد ينطلق يتوغل ليسدد بعد هذه الانطلاقة بعد هذه التوزيعة يروض الكرة بالصدر حاول أن يتوغل ليوزع الكرة ولكن في نهاية المطاف عاد حليمية وانقذ دفاع المولودية. الركضة تنفذ عالية والدفاع يحمل القميص الشباب والمولودية في هذا الدربي رقم 115 في تاريخ كل المواجهات والستة بعد المئة في البطولة الوطنية. الكرة بالوزدادية تصل إلى اليون الومبا الذي يبحث عن خطأ ليسار ويتوغل ويدخل وتبقى الكرة لصالح الشباب. اليون الومبا يطالب بضربة الجزاء بضربة جزاء. الشباب يواصل الضغط التوزيع في القائمة الثاني. اليون الومبا يروض والتسديد الأولى الذي سقط ونهض وواصل وبقت اللجمة لصالح فريق شباب بالوزداد. كان مع أيوب عبد اللهوي في نهاية المطاف هو أكرم براس مرات بن عيادة يرفعها عالية في القائمة الثانية وإلى الركنية لصالح الشباب. بن عيادة وراء كل الكرات الثابتة عالية الدفاع مرة أخرى يتدخل ومخالفة يروض الكرة بالصدر ثم يقدمها ولكن تعود إلى الطار فتح الله في العمق ناحية يوسف داو سلعة طويلة ناحية عبد الرحمن مزيان يروض بالصدر ثم بالقدم ثم يتوغل ثم يحاول ثم يواصل. باتريس بونيل يراقب يتريث وغير زكريا نعيجي زكريا يتوغل يلعب ثنائية مع داو عناصر المولودية من ايجي لداو عبد الرحمن مزيان مزيان يغير الجناح تماما ناحية بن عيادة. حسين بن عيادة يستقبل الكرة يوزع في القائمة الثاني. الخطر صعبة هاي الإعادة للقطة الخطيرة للشباب كانت من بن عيادة. من تدخل بالعمري وصلت إلى بوراس من بوراس وإلى مزيان يسدد مزيان هكذا سدد مزيان روض الكرة أو سدد من دون انتظار وأسامة ليتي. دقيقة 40 صح المولودية حابة تفوز وشباب حاب يفوز ولكن ولا واحد فيهم قادر يتقبل الخسارة. أداء إلى مع سلمي فاتوا الكرة وخرجت إلى يقدم هذه الكرة ناحية بيزيد. التغطية الدفاعية حاضرة المولودية التوزيع والدفاع يدخل في نهاية المطاف. لا زال الضغط لا زالت الخطوة المولودية التوغل ولكن التغطية الدفاعية حاضرة. كيف ستلعب من زكريا نعيجي الراسية مري. زكريا والدفاع لازال الخطر هو زقران من يبعد عن زاوية للتسديد لم تخرج الكرة تبقى المحاولة بالوزدادية صعبة وعودت من عاد زقران هناك زقران كان حاضرا وعاد وانقذ المولودية. لذلك زقران يقولون بأنه من زقران والكرة دائما لأكرأ لي إسحاق بوصوف مرة إسحاق وصل إسحاق يحاول أن يسدد ويتوغل ويمرر تاه بين التسديد والمراوغة ففوت على نفسه وعلى الشباب من دون إمتاع وإقناع. والكرة بالوزدادية مزيان حسين يبحث على الحداد وامبا ولكن لم تمر الكرة تتعول إلى الهجمة معاكسة سريعة. انطلق زقرانة يقدمها لمرزوقي راح نزور مرزوقي توغل مرزوقي احتفظ بالكرة تسديدته فوق العارضة تسديدة منك يا عبد الرحمن. هاي الإعادة هنا الكرة قدمها له بن غيث سددها تصدي من لتيم أسامة لكنها كانت خارجة.
عن إطار المرمى، الركنية تتنفذ فوق العارضة الأفقية بمهارات ورغم توفر أسماء من كلا الطرفين. ثنائية ثلاثية متسلل مزيان عبد الرحمن، متسلل مزيان عبد الرحمن، الراية مرفوعة أيضا بمشاريع كبيرة وبإصرار كبير على مرحلة أخرى. ومزيان عبد الرحمن، مزيان يسر عبد الرحمن، هو إسحاق، ولكن ماذا يحدث في هذه التسديدات؟ هنا راوغ، هنا فعل كل شيء، هنا هيئ الكرة لنفسه، هنا سدد ولكنها فوق الإطار، مثل ما فعل مرزوقي أيضا منذ لحظة. بن يحيى حسام عن نهاية هذا الدربي الذي كما قلت كان تكتيكيا، كان دفاعيا، كان في الاندفاع البدني أكثر من الجانب الباري. من نهاية الوقت بدل الضايع ونهاية هذه المباراة كان تكتيكيا، الكرة تتنفذ عالية، التغطية الدفاعية والكرة الثانية سلبي، صفر مقابل صفر. هاي لعادة أخرى للشباب في هذا الدربي. إسحاق بوصوف يقدمها لمن جال وعودة النقطة رقم 30، والشباب يضيف ويعزز رصيده بنقطة أخرى إضافية.